مرحبا يا محسن. اهلا وسهلا. مرحبا يا اخويا. مرحبا اخويا. تحيه اخوينا دلاجي امينه مسلم بغاده رياض كل جروب. لا ارمستها مش رياض ارمستها. لا انا في رياضني. اسمعني شكون فيهم ثلاثة يجي يعمل عليك طلة ولا يكلمك بالتليفون ولا فهموش حتى فهموش شكون هكا يحب يعرف. والله بخلاف امينه وانا والله هم كلهم باهين لكن فيهم ساعات جماعه بوجهين. اها لكن نوع جيمو ذاك تم بعد بدنا نحكيو عليهم نحكيو عليهم بعد. الجمعه اللي فاتت حكينا على الابراج اللي عندهم الزهر وحاله معاهم في شهر جويليا. شهر جانفي سامحوني. اي فوالا يعطيهم الصحه فريق الاعداد معنا. سيام الجمهور ربي تحيه سيام الجمهور اللي فايق قتلها كارتولوجيا فريق الاعداد اللهم صلي على النبي عليه معناتها فايق فايق معايا فايق معايا. فانه في شهر جانفي بشوفوا المره ذي الابراج اللي امورهم تاعها مسمره اللي عكسه معاه اللي هما الابراج اللي عكسه معاهم محسن في شهر جانفي. هم خلي يسحبك يا محسن. مالك عمر برج الميزان الحمل الجوزاء والحوت. هما اربعه شكون الميزان الساعه لهنا؟ ما فما حد ميزان. طوميو نبداو برج الميزان. برج الميزان هو برج هوائي كما حكينا. الميزان هو انسان طيب برشا او طيبه ياسر تعطي اللي في قلبها لكن وقت الحاجه ما تلقى حتى حد. في الشهر هذاي تقعد كل موجه تهز وتحط. قول له ردي بالك صاحبة الميزان او صاحب ميزان الفتره هذه ابعد على التشنج والمشاكل وحاول ديما تكون قويه. انت ديما باهي لكن مشكلتك ما عندكش سر لكن ديما عندك في جورتك الاعداء خاصه الجمعه هذه. به جمعه ذي جمعه انت كاسحه شويه الميزان. به برج الحمل شكون حمل لهنا؟ حتى حد متشبر حد. الحمل الحمل هو برج ناري قوي برشا ولكن كي تغشش ما يعدلش. صاحب الحمل نقول له الفتره هذه ماذا بك ابعد على كل ما هي مشاكل. صحيح انت انسان تشنج برشا ترمي كلامك اقوى من جهانتك الاسبوع هذا تتعرض بعض المشاكل لكن حاول ديما تكون طيب مع برشا ناس ماذا بك ما تعدلش. حاول الاسبوع هذا. برج الجوزاء شكون جوزاء لهنا؟ امي باه يا جوزاء. جوزاء جوزاء جينا الموت تلقاه باهي ما ساعه ساعه عنده شويه هذا هو البوجي. هو صحيت عليك نور. هو برج الجوزاء كما حكينا فيه بوجهين معناها عنده وجه هكا ووجه هكا فوتوكوبي معناها في الصباح في الصباح كلام وفي العشيه كلام. معناها كان قال لك يا صاحبي راه انت اللي يلسعك. خسر للعباد تحكي على الزيت خاطر امي ماهيش هكا. لا لحظه 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 لحظه. لا برا نجم نحكي شويه معاك. انا جبت زياده. لا زياده. انا جوزاء يا ولد. دخلت جبت زياده. لا 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 سامحني. داركم مش هو. لا بوجهين. لا لا الجمعه اللي فاتت شكرتني. لا ما شكرتكش. الجمعه اللي فاتت شكرتني. شكاره كبيره. يا شكاره كبيره. باهي برج الجوزاء كملنا معاه. باهي برج الحوت امينه. برج الحوت امينه معناتها هي تعبه معاها مسكينه كحده وما تقدرش ليمات هذايا تجي تكمل معاه. هو برج هكا ما تخافش بنت حومتي ماهيش. برج الحوت هو انسان قوي برشا لكن كما حكينا الحوت هو انسان طيب. الفتره هذه الثقل هبط عليه برشا تحس وتعب ما لقاش الثنيه والطريق اللي ماشي فيه. عمل برشا تخطيط وحب ينجح الهدف نتاعو لكن خسر. قل له اصبر باش نلقى الطريق والحيط وكل شيء. لكن ماذا بيك الوعود برشا برشا صاحب الحوت لا يوعد وما يوفيش بوعوده. صحيت يوعد يفوش خاصة. لا 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 مش وعود كيما وعود بلي. عندي سؤال طيب اسمك البلوره خلينا نبداو نستعملوا فيها من تو خاطر باش نتعاملوها مع لي زانفيتي نتاعنا. اختنا امينه اختنا امينه معناتها عام 2021 البدايه نتاعو ثلاثة شهور الاولانيين عندها حدث سعيد ينتظر. سعود عندها سعود على شرط لقاك بلوره كوني ثابته معي. نعم كوني ثابته معي. نعم ثابته ثابته ان شاء الله ان شاء الله. هاني عقد انا قريتك البلوره نتاعك قبل ما نكملها لك عقد بينك وبين روحك قريت لي بلورتي. اي ساعات خارق في الدار يقرا ساعات نشوفك كيما كنا نقرا لك. هاني عقد النيه امينه. ركزي مع البلوره نتاعك. انت برج الحوت. الحوت هو انسان طيب. صحيح بنيتي بنيه كبيره وفي اخرها وصلت تصبح بستي لوتيل في سيناء في حياتك مش لوتيل اقبل لوتيل. حياتك العاطفيه
عملت مرحله الاولى فشلت فيها، حبيت تبني حياتك ما فشلتش لبيس. لا فشلتي في حياتي الزوجيه الاولى عندك الشوك ما لي لبيس قاعد لطف قاعد ديما متاثره فيه. لا مش صحيح غلط بلورتك غلط هاو شخص هاو لا مرض هي بلورتك غلط عليها خليه يكمل 2021 هو 2020 مرت بيه بصعوبات كبيره برشا سنه سنه عنده جمعه 2021 مش تبشر بيه كيما حكيت لك فيه مره فاتت قلت تبشر فيه والحزن اللي عندك في قلبك الغاتسك يقول لك من هنا في السيف مش تفرح بيه ان شاء الله عايز حبك تموت مش تفرح بيه الجميله الانيقه اللي بعثنا الاخت غاده ما تسهل تسهل عمرها عالكي غادة ركزي بالباهي باللورتك فرق باللورة معناها كلهم لا إذا كلها مسلعان بي بنية باللورتك أنت برج جدي هو جدي إنسان طيب برشا يحبوك أكثر من لازم مريتي بالتعب مريتي بحزن حزن في داركم يكون أب يكون أم أم الله يرحمها معناها ثم شكون توفى لها قالتها في 90 دقيقة تفرش في برامجك انا تو جيت من سوسني ما تفرش حتى تو جيت من سوسني قالتها في 90 دقيقة برشا مرات وربي يرحم الأمهات الكل والوالدين الكل اما قالتها برشا مرات عيب ما زلنا بدنا في الحرب عايز ما تخليش تخش عليك عاود له بوجهين كان صباح قالك صباح خير في العشية يلسعك اهو بوجهين بوجهين قال لك اللي عنده نبه من غير ما تخبى كملوا عنده نبه كملوا مع غاده انت برج جدي عندك مرحله باهيه جديده مرحله هو زواج مستقبلك زي صغيره عمرها 12 عندها في المستقبل حياتك شخص اللي حابه لي انت مش وصل له لكن خليه في الخفاء معناتها بالرسمي ما عندك نيه للزواج ان شاء الله ليه بالرسمي انت معامله انك تعرس الكل باش نعرسوا معناها لا لا نحكي قريبا هو قال لك معناتها فما شخص موجود وقاعده تخطط معناتها تبني سي الاول مشاء والثاني توفي توفي كفها قد عمرها هي باش الاول مشاء والثاني حاسة ذاك كنت توما صغار عمرك 70 سنة لا الاول جبنها زي الفرجة واحدة بوار يا اخي البيت حسرة الحب الحب مزروع ليش جاوبهم انت علاش نقعد احنا نجاوبوا بس جاوب مش تقول خلينا نسمع الناس الصغيره كيفاش معناتها عرفت انسان وباش تعرس عمرك 22 جاوبهم ما قلتش باش نعرس قلت ان شاء الله كان فما حاجه ان شاء الله ما مازال بكري فما حاجه موجوده مازال بكري عمري 22 فما حاجه معناتها فما خطبه فما شكون فما ان شاء الله ان شاء الله بيان سور ان شاء الله فما شكون موجود ولا ان شاء الله يا حياه قلبي مبروك الحمد لله انا واول ان شاء الله معناتها موجود والله اعلم بعد اون فيغا سيدي المشاهد مضمض وكا شو ما تحشم عاد خسيبوها لا امها قالت لك تحشم ما تحبش تقول اسامي ثم برشا الناس يحبوا يحطوا لها لكن يقولها مضمض من تو معناتها اللي معمل على حاجه تقول له مضمض لا لا اللي بجنبه ومنه منه يحب يخمم يقول له مضمض من تو زيد شقه مضمض مضمض أنا مثلا حرام وطلع خونا رياض رياض أنت إنسان قوة عند ربي شجاع بنين رديت فنان أي خلي والله خارج من معهد الموسيقى وقاري وبارك الله ما شاء الله مثقف معناها مثقف مش سهل إنسان عارف إيش يقول ويعرف إيش يغني ويعرف إيش يبدأ وقاعد يبدأ في مشروع باهي جديد في غناء وقاعد تطلع به في 2021 و22 مش تطلع في حالة باهين برشا برشا وانت انسان طيب في برجك وانسان باهي وراد عليك والديك ما تخافش كمل مشوارك باهي برجي باهي عندي والله عندي الحساب تعبني والله تعبني هلا ما تحب تعرف شنو برجك عقرب حاجه يزم برج عقرب برج عقرب برج عقرب محسن عليك معايا محسن طيب محسن هكا ما اخذنا زياده هاي ما عادش كان سيبه وزيد ما عادش كان عندوش حاجه يزم يبطلها ارمستا معناتها هو عنده بطل لو بعرف ليه كيفك أما ثم الزحويج في مخك كي تبعت لهم تبدأ تنجح أكثر وأكثر والزحويج خليهم خليهم في مخي ومخك خليهم في مخي ومخك حاجتين نعم نطلع على أخونا أخونا مصطفى أخويا مصطفى راك عشيري
ربي يفرح. وراك من ايام زمان ما نحبش نشرحوا حتى شيء. البلوره بتكشف كل شيء. البلوره برج الاسد. الاسد هو طيب وقوي كما اختنا بيا. طي الاسد ما يتعدلش. يقول كنتو لو كان على نفسه ما يجرحش. باهي باهي خايب خايب. احنا ما انسان ما يبيعش صاحبه. اول ما بديت في الرياضه اخي كنت كوارجي. اي يطق اي كوارجي احنا يا بابا يا بابا وين كنت كوارجي؟ كورت في منزل بوزلفة وكورت في مقرين وكورت في بن عروس عام عام أما منزل بوزلفة 9 سنين وكنت كيب ناسيونال وعملت اللطفي حبواش الكورجية اللي قامون كروازية على لاج دو 18 عام وقفت هما كل تحوط لا لا هكا تو عملنا ناسيونال احنا ها قول لك انت عندك مرأة باهية قول بيسخن خليني عاد كمل برجع عاد نقول لك ماشي سخن مش سخن ده ليش اللي قالوا مش سخنك والله صحيح 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 بعد الكورة دخلت الفن تعذبت فن وصلت حتى مع فنان وصلت معها مشكلة وضربته قبل مع فنان ضربت مع فنان إلتون جون حقيقة هو ضربني على عام 92 شكون؟ لو كيفاش؟ هكا ربي مازال موجود هو توا موجود بالغياب خاطر قاني نحكي مع كان مستحوذ عليك خاطر قاني مع فنان اخر اللي هو حسين العفريت في استديو شكري حوالي عام 92 ما تكلم حد هكا ما تكلم حد وما صغير انا وقتها بديت المرحله هذيك اللي حبيتها تعذبت على خاطرها وحبيتها وخذيتها وهي بلاجينو وحاجة اخرى عندك انت الناس كل ما تخافش منهم الا مرتك تخاف منها صحيح لا حتى يخاف مني صحيح الناس كل ما يخافش منها مرته يخاف منها هو كلمه خوف كبيره تهز النيجاتيف احترمها صح شوف انا اللي مرتي زوجتي تحيه لها دي المجديه تعبت معايا تعبت معايا برشا يعني انا نقول قلت بامال دو فوا ما خيابها كي راجل مسؤول على مرته وولاده ويجينا حيلها اخر بلوطه باش يوكلها دونك اهانه كبيره ليا لكن نحب نقول لها تصفيقه كبيره معلومه مهمه جينا عملناهم الفيلم بعده وجعفر سالوا سؤال قال وخنتش مرتك قال عمري لا خنت مرتي تحيه في بالي ماسك وعطيناه عاد ديكتور دو مونسو اي وما خانش مرتك تحيه لدلاجينو مش سهله يا بابا يا بابا على دلاجينو بلورا نتاعك تقول لك انت مستقبلك باهي في 2021 صحيح مش يقوم عليك برشا هجوم لكن كل ما تغلبهم تنتصر عليهم وواصل وتاريخ راهو مفتوح تصفيق على محسن عيفة ميرسي يا محسن قبل ما يمشي محسن بلاي زياد عنده ما يقول والله معناتها باش نقول انا قدام مشاهدين راهو محسن عيفة نحبه برشا ومحسن عيفة يعتبر من العروس نتاع البرامج هذه كي تصير حاجه بيني وبينك ما عادش تطلب امين قال اطلبني انا انا نحبك هبطتها وش نقول للساده المشاهدين هبطت ستوري على لا سي بون سي اوكي معناتها كي تحط حاجه كلمني انا علاش تمرجل وتكبده انا سامحني والله نحبك وراه ما غير باللورة رانا فشلنا البرنامج هذا طلع باللورة اطلب منك سماح محسن خليني نجاوب بعد اول حاجه احنا كنا نخدموا فرد ماده فرد بلاصه فتره فرد بلاصه اسمع احترموا بعضنا قديمه كبيره وخدمه كبيره انا يعطيك صحه يعطيك صحه